السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناتي تيتي كروشيه، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نخدم معكم هاد الشوشو أو نقولو ربطة شعر باللغة العربية. بون كيما راكم تشوفو لاستيك، وهنا هاد لي بونو كيما هكا، شغل تزيين جاي شباب، تستعملوا حتى في اي تزيين تحبوه. كما راكم تشوفوا ها هو هنا جاي في اللون الابيض، جاي شباب. باش نخدموا هذا الشوشو نسحقوا الليستيك ونسحقوا خيط قطن قطني بهذا الشكل، ونسحقوا كروشي رقم 2.5 ومقص. طبعا نبدأ بسم الله على بركة الله، نحكموا لاستيك كما هكا، ندل الخيط، نديروا عقدة البداية، نطلعوها غير شوية كما هكا، مبلعوهاش بزاف، نحكموا لاستيك تاعنا بهذا الشكل، وندخلو، نجيبوا الخيط، ونرخفوا شوية يدينا بهذا الشكل. نزيرها أي شوية. هي شوية ندخلو بهذا الشكل، نديرو غرزة حشو ونرخفو ما تزيروش، عاودو ندخلو هكا، نديرو غرزة حشو، غرزة حشو. هاد الشكل تقدروا تمشوا كيما هكا، تدوا هذاك الخيط معاكم كي تخدموا، دائما كحزوا كيما هكا الخدمه تاعكم باش ما يقعدش يبان لاستيك تاعكم بهذا الشكل. انا نكمل كاع لو تور ونعاود نرجع معكم. فوالا بعد ما كملت فوالا تعمروا كاع لاستيك، ما تخلوش كاع الفراغ. وصلنا لأول بداية تاعنا، نقطة البداية، ندخلو في أول سلسلة ونديرو منزلقة بهذا الشكل. نعاود نطلعو بثلاث سلاسل بمثابة عمود، ندخلو في نفس المكان نديرو عمود، ونروحو للسلسلة الموالية ونديرو واحد، اثنين، ثلاثة، عفوا، في نفس المكان نديرو ثلاث أعمدة، صافي كاع في المجموع راه عندنا خمسة أعمدة. نديرو سلسلة، نعاودو نروحو السلسلة الموالية، ونخدمو عمودين في نفس المكان. نعاودو نروحو للموالية سلسلة ونخدمو ثلاث أعمدة، واحد، اثنين، ثلاثة، خمسة أعمدة بيناتهم سلسلة فراغ، بعد خمسة أعمدة. نكملو بهذا الشكل، نديرو في هاد السلسلة عمودين في نفس المكان، عاودو نروحو للأخرى نديرو تلت أعمدة، سلسلة، عمودين، وهكذا حتى لنقطة البداية تاعنا. شوفوا البنات في الأخير تحصلوا على هاد لو فولون، كيشغل كي درنا هادوك اثنين أعمدة وتلات أعمدة، كيشغل تكمشت معانا، ولا عندنا هاد الشكل فولون كيما هكا. راني في آخر السطر، نديرو سلسلة وندخلو في تالت سلسلة ونديرو منزلقة. أنا غادي هنا في اللحظة غادي نبدل الخيط، غادي ندير اللون الرمادي، بهاد الشكل،
يطلع 2 سلسلة. نزيرو هنايا هذا، نهزموه نحزم هذا باش ما يتسربش منا. ندخلو بغي نديرو دروك هنايا خرزة كاستر. طلعنا بين سلاسل نسبة العمود الأول، ندخلو في نفس المكان. عندي هادو معايا الخيوط، ننظفهم معايا، نديرو العمود الأول ونكملوش. وصل الكاستر تخدم كيما هكا، نعاودو ندخلو في العمود السلسله المواليه، نخدمو عمود وما نكملوهش، نعاودو ندخلو في العمود الموالي، نديرو عمود وما نكملوهش، نعاودو نديرو عمود خامس في العمود الخامس وما نكملوهش، ونقفلو ونطلعو ثلاث سلاسل 2 3. في هذا المكان تاع السلسله نديرو عمود بلفتين، عمود بلفتين، نخرجهم 2 2 بعد 2، نطلعو بثلاث سلاسل 1 2 3، نخدمو غرزة بيكو، ندخلو في هذه الحلقتين 2 غرزة بيكو، طلعوا ثلاث سلاسل، ندخلوا في حلقتين، نديروا منزلق، نعاودوا نديروا عمود بلفتين، ندخلوا في نفس المكان، نديروا نخرجوا من 2 من 2 ومن 2 بهذا الشكل، ونعاودوا نديروا ثلاث سلاسل. هذا التزيين الاخير، وندخلوا في الاعمده. ما تنسوش هذا العمود الاول اللي يكون مختفي، ندخلوا فيه وما نكملوش العمود، نعاود ندخل في العمود الثاني وما نكملوش، نعاود ندخل في العمود الثالث وما نكملوش، في العمود الرابع ما نكملوش، في العمود الخامس ما نكملوش. بهذا الشكل ولو عندنا سمحوا لي نكمل ما خدمتش، ولو عندنا 3 حلقات في الكروشيه نجبدوهم كاع في رحبه بهذا الشكل، ونديرو 3 سلاسل 2 3. نقلع هاد الخيطان فوالا بهذا الشكل كما كتشوفوا، ونعاودو نديرو عمود بلفتين، ندخلو في هاد الفراغ تاع حلقه السلسلة اللي درناها بين 5 أعمدة، نخرجو من 2 من 2 من 2، نعاودو بيكو، نطلعو بثلاث سلاسل 2 3، وندخلو في الحلقتين هادو، هادو حلقتين، ونخرجو منزلقة، نعاودو لفتين، ونحطو نفس المكان، نخرجو من 2 2 2، نديرو واحد زوج 3، نعاودو نفس العمل باش نتحصلو على هذا الشكل. نعاودو نديرو، نعاودو نروحو للعمود هذا الاول ما نكملوش العمود، نعاودو نخدمو الثاني ما نكملوش، نعاودو الثالث ما نكملوش، الرابع عفوا راحت لي، نخدمو في العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس،
ولو عندنا 6 حلقات من 5 تاع الاعمده وهذه تاع النتيجه على 3 سلاسل نجبدو نطلعو 3 سلاسل 1 2 3 نديرو عمود بلفتين وندخلو في الفراغ هذا ونديرو عمود بلفتين بهذا الشكل تحصلوا على هذا التزيين هذا هكا بهذا الشكل نكملوا بهذا الشكل حتى نقطة البداية تاعنا أنا غادي نكمل ونعاود نرجع معكم إن شاء الله فوالا البنات بعد ما وصلت لآخر السطر خدمت الغرزة في الكاستر نطلعو ثلاث سلاسل ونكملو هنايا نكملو في هاد الفراغ سلسلة نكملو نديرو عمود بلفتين نديرو ثلاث سلاسل ونخدمو غرزة البيكو ونعاودو نديرو عمود بلفة واحدة اخر هاد الشكل عفوا ونديرو تلت سلاسل 2 3 وندخلو في تالت سلسلة بليتو نمشي في تالت سلسلة في الغرزة في هنا في السلسلة اللي غلقنا فيها غرزة الكاستر ونبلعو منزلقة هاد الشكل ونثبتو الخيط تاعنا ونقطعو ومن بعد ندخلوه نطفو هذا الخيط وال فوالا فوالا الشوشو تاعنا ها هو نقطعو هذا الخيط ها هو الشوشو تاعنا درنا له لو غري درنا الغوص في الاول درنا لو غري حصلنا على هذا هذا لو فولون هذا الشريش هذا الزينه هذا التزيين الاخير تاعنا شوفوا هذا الشكل ان شاء الله يكون عجبكم هذا لي شوشو تاعنا ان شاء الله يكونوا عجبكم والى فيديو اخر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.